تريد تركب سيارة SUV فخمة ومميزة؟ موجودة بمجموعة شركات ليث العبيدي بفرعهم الثاني والجديد ببغداد معارض النهضة. هذه اللكزس LX600 VIP. محرك السيارة 6 سلندر V6 توين تيربو 3500 3.5، يولد قدرة حصانية 409 حصان وعزم دوران يوصل إلى 650 نيوتن متر. ومرتبطة هذه السيارة بجير بوكس أوتوماتيك من 10 سرعات، يعني الجير مالتها 10 نمر. الواجهة الأمامية مع السيارة راح نشوفها بفخامة مميزة لهذه الفئة من لكزس. طبعاً أكيد الرادار والكاميرا الأمامية من أصل 4 كاميرات، إضافة للحساسات واللايتات مالتها كلها فل LED، وموجود عندنا زراق مي على اللايتات. من الجهة الجانبية أول شيء راح نشوف عندنا الويلات مالتها تجي بقياس 22 إنج. إضافة لها راح نشوف بالجامعة الأمامية الكاميرا الخاصة بنظام المحافظة على خطوط السير اللين أسيست، ومنا المراية مالتها أول شيء عندنا الكاميرا الخاصة بالرؤية المحيطية ل 360، وموجود عندنا نظام النقطة العمياء البلايند سبوت، وأكيد السيارة بصمة دخول ذكي بدون مفتاح. تصميم السيارة من الجهة الخلفية راح نشوف البقلايتات تجي فل LED، وهذا الخط الواصل بيناتهم، واللي جوا عندنا فئة السيارة LX600، وأكيد الكاميرا والحساسات، إضافة الكاميرا خامسة موجودة عندنا لي فوق بالجامعة، هاي تعطينا رؤية كاملة بالمراية الداخلية. وبالنسبة للصندوق مالته أكيد يجي كهربائي، وهذه الفئة اللي هي الفي آي بي تجي 4 مقاعد للركاب، يعني لي ورا مقاعد 2 منفصلة، سعة تحميل كلش كبيرة. وهسه نصعد بالداخل ونشوف كمية الفخامة اللي موجودة بهذه اللكزس. أول شيء نبلش به بهذه LX600 هي المقاعد الخلفية. ليش؟ مثل ما قلت لكم بداية الفيديو، إذا تريد تتميز وتشتري اللكزس LX600 أخذ هذه الفي آي بي. مثل ما تشوفون مقاعد خلفية مفصولة مقعدين، إضافة كونسول وسطي كامل بتحكمات شاشة، هسه أحكي لكم على مواصفاته الخيالية. أكيد طبعا موجود عندنا تدفئة وتبريد ومساج للمقاعد الخلفية، ومثل ما تشوفون الشاشات موجودة إلى ركاب الورا، والتحكمات اللي موجودة لي فوق اللي هي الإضاءة وغيرها، تبريد لي فوق تبريد منه، إضافة إلها موجودة عندنا هذه الستائر الهوائية، هاي اللي فوق هذه موجودة فئة الفي آي بي فقط. هذه أول ما يشوفها واحد يتصورها أنه هاي سماعات، هذه لا، ستائر هوائية، هذه بيها براءة اختراع من لكزس، موجودة فقط بالLX600 فئة الفي آي بي. يعني الفئات الثانية مال LX ما راح تلقيها. هاي شنو وظيفتها؟ تنطيك إضافة لفتحات التكييف اللي موجودة توزع الهواء كستارة هوائية، يعني بدون تيار هواء، يعني يعطيك استرخاء كامل داخل هذه السيارة. طبعا موجودة تحكمات وحركات كلش هواية بالنسبة للمقعد الخلفي، والتحكمات كلها من هاي الجهة. مثلا ندخل منا عندنا تدفئة والتبريد نقدر نتحكم بها من هاي الجهة، ضبط كامل. إضافة طبعا للمناخات المنفصلة بالنسبة مقاعد الركاب الوراء، إضافة طبعا أكيد مناخين بالنسبة للسائق والراكب، السيارة 4 مناخات. ومنا بالنسبة للمقاعد، هاي تحكمات كاملة، هسه أقدر أتحكم مثلا بالمقعد مال الراكب لي قدام، منها تحكمات كاملة بالمقعد الخاص بالراكب الخلفي، أقدر أنصي أعلي الكوشن حركات كاملة. إضافة إلها الراكب الأيسر أقدر أتحكم به نفس الشيء من هاي الجهة، يعني قاعد بالجهة الثانية يقدر يتحكم نفس التحكمات، وموجودة ذاكرة خزن وضعيتين لركاب الوراء، يعني الدلال والدلع اللي موجود الركاب هذه السيارة خيالي. إضافة إلها منها أقدر أدوس هاي الدقمة، شوفوا اللي راح يصير، راح ينقلب الكوشن مال الراكب يتقدم، راح يصير قاعدة كأنه مقاعد طيارات الدرجة الأولى. هذه الميزة والخاصية ما نلقيها إلا بفئة الفي آي بي، هذه الفئة من لكزس، يعني فئات الثانية من لكزس LX600 ما راح نلقي بها هاي المواصفة. إضافة إلها شوفوا هاي التكاية تكرمون للأرجل، أقدر أدوسها راح تنزل، اقدر امدد واخذ راحتي للاخير بهالطريقه، يعني يقعد بالسياره مساج تبريد تدفئه الستائر الهوائيه فوقها الشاشات. وبالمناسبه على ذكر الشاشات، اقدر اتحكم بهذه الشاشه، مثلا انا قاعد منها ودا نمشي بالطريق هذه ساده الرؤيه علي، ادوس هاي الدقمه راح تنقلب الشاشه، انقلبت على مود تعطيني رؤيه كامله بالنسبه للراكب بهذا المقعد، يعني فخامه ودلع للاخير. طبعا اقدر تحكمات ثانيه، مثلا منها اقدر ارجعها للشاشه، اقدر ارجع الكوشن للوضعيه مالته، تحكمات كل شويه من هاي الجهه،
الضبط مالتها. طبعا إضافة أكيد للشاحن اللاسلكي للتليفونات تدعم هاي الخاصية. وهذا المسند الوسطي مثل ما معروف نقدر نفتحها من هاي الجهة أو من هاي الجهة من جهتين. وموجود طبعا منفذ HDMI، منفذ USB Type-C 2، إضافة لمنفذ طاقة ومنفذ AUX. والإضاءة مالتها بالنسبة للإضاءة مال سيارة نقدر نتحكم بها الأضواء من هاي الجهة اللي هي الأضواء اللي فوق، تحكم كامل. نقدر نقلل المستوى مال الإضاءة أو نطفيها أو نشغلها، إضافة طبعا للإضاءة المعروفة منها نقدر نطفيها ونشغلها، وطبعا كلها Full LED. أو نرجع للقائمة الرئيسية مرة ثانية، عندنا استرخاء. هذا شنو؟ مقعد الأيمن والمقعد الأيسر اللي هي شنو هذه؟ المساج، وضعيات المساج مثل ما تشوفون، كل التفاصيل موجودة قدامنا. ومنها الإعدادات، يعني تحكم كامل. إضافة إلها الكاب هولدر حامل الأكواب، مكانات تخزين موجودة لي جوا، يعني مستوى فخامة جدا عالي موجود بداخل هذه LX600. وهسه تعالوا وياي خلينا نشوف جهة السائق وشنو التحكمات والشاشات اللي موجودة. اللكزس LX600 من جهة السائق والدشبول مالتها، أول شيء راح نشوف عندنا شاشتين بالوسط، شاشة للترفيه بقياس 12.3 إنش بيها ضبط كامل للوسائط، للتليفون إذا رابطين بلوتوث، ضبط كامل عن السيارة والضبط العام مالتها. وطبعا مثل ما تشوفوها تدعم اللغة العربية، منها نقدر نعلي النصي، وزر التشغيل بصمة صاير بهذه المنطقة. وجواها أكو شاشة ثانية بين فتحات التكييف، ضبط ما التبريد نقدر نتحكم به، الإضاءة اللي موجودة عندنا، وهذا الضبط الثاني اللي هو ضبط كامل للمكيف واتجاهات الهواء تطلع لنا كل التفاصيل. طبعا أكيد تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية. إضافة إلها موجود عندنا منا إذا نروح على السيارة راح نشوف الجي فورس اللي هو التسارع مع السيارة والضبط مالته، نقدر طبعا نعليها وننصيها. سيارة نظام تعليق هوائي. إضافة إلها الفرامل والتعجيل كلها تطلع عندنا تفاصيلها قدامنا بالشاشة. ومنها تحكمات بالتكييف، المناخين موجودة عندنا جوا الشاشة. إضافة إلها اتجاهات الهواء والضبط الثاني، وهنا بيها نظام الزحف والدرايف مود وضعيات القيادة والMTS اللي هو المالتي ترين سيلكت اللي هو مال التضاريس. هذا هسه دي يغير لنا وضعيات القيادة اللي هي 6 وضعيات قيادة اللي هي الإيكو والكومفورت والنورمال والسبورت والسبورت اس بلس والكاستم، نقدر احنا نخصصها. اذا ادوس الMTS راح يصير تحكم بالتضاريس اللي هو الطرق الموحلة، الرملية، طينية، ديب سنو او الزلقة والاوتو. هاي بالنسبة للتحكمات. جواها عندنا التحكم بالتدفئة والتبريد مع المقاعد الأمامية، السائق والراكب، منفذ طاقة، منفذ USB Type-C، منفذ USB. إضافة للتخشيب اللي موجود عندنا منه راح نشوفه موجود بالستيرن، طبعا كله جلد والتطريزات موجودة، والشفتات إذا نحولها عن مانوال للقيادة الرياضية، منها التحكم بالكروز كنترول، مثبت السرعة التفاعلي عن طريق الرادار اللي موجود بالسيارة، ومن الجهة الثانية الأوامر الصوتية والتحكم بالوسائط، إضافة للتحكم الخاص بالشاشة مال جيتشات وبيها ضبط كامل. وطبعا موجود بالسيارة نظام الهدب ديسبلاي أو الداتا شو اللي يعرض لنا كل البيانات قدامنا على الجامعة الأمامية. ومنها عندنا تحكمات بالإضاءة مع شاشة الجيتشات، إضافة لعداد الرحلات، وهاي الدقمة الشغل لنا الكاميرات 360 مال السيارة، نقدر بعدة اتجاهات وعدة زوايا نشوف الرؤية الكاملة مع السيارة. ومنها نقدر نفتح الصندوق، ونظام الأوتو ستوب ستارت انجن اللي هو يطفي المحرك بالازدحامات على مود يقلل صرف البنزين. ومنها مكان تخزين صغير موجود عندنا. إضافة إلها السيارة موجود بها نظام صوتي جبار من مارك آن ليفنسون بها 25 سماعة. ومنها ميموري خزن 3 وضعيات المقعد السائق، وهذه الدقمة إذا أدوسها يصير التحكم مو بمقعد السائق، التحكم يصير بمقعد الراكب الأمامي. أرجع وأذكركم هذه السيارة متوفرة من مجموعة شركات ليث العبيدي، وتحياتي لكم في مالها.